أن هذا الحدث وهذا الاحتفال لا يتابعه فقط الجزائريين، وإنما أصبح اليوم محط اهتمام لكافة وسائل الإعلام الدولية والعالمية ولمختلف كذلك دول العالم التي تترقب وتتابع وتنتظر هذا المشهد الذي سوف تقدمه الجزائر وسوف يقدمه الجيش الوطني الشعبي في ذكرى 60 لاسترجاع سيادته الوطنية. لأنه هذا الاحتفال وهذا الاستعراض هو يتضمن مجموع من الرسائل قد ألخصها في 10 رسائل وقد أذكر بعضا منها. أولا أنه يأتي بعد 33 سنة من آخر استعراض عسكري، وهذا يؤكد أولا انتصار الجزائر في حربها على الإرهاب، ثانيا المستوى المتقدم للجيش الوطني الشعبي على مستوى التكوين، على مستوى الجاهزية، على مستوى القدرات القتالية، على المستوى الهيكلي التنظيمي وكذلك الوظيفي، ومن ناحية ثالثة كذلك أنه يؤكد الإمكانات التي يحتويها الجيش الوطني الشعبي من قدرات استراتيجية وكذلك قوة الردع الاستراتيجي.